التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. صباح الخيرات والليرات متابعي ومشاهدي، مسك تحية طيبة لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم بالحلقة الثامنة من برنامج جامعتي، البرنامج اللي بترعاه مؤسسة يونايتد التعليمية المهتمة بتقديم الاستشارات الجامعية والتعليمية. رح نحكي اليوم ونسلط الضوء على أهم التحديات اللي ممكن تواجه الطالب العربي بتركيا، أو حتى ممكن يكون عم يواجهها ويعاني منها. رح نستضيف بالقسم الأول الأستاذ يوسف ملا الناشط، وليحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع وكيف ممكن نلاقي حلول لكل هالتحديات. كمان حينضم لنا لاحقا الأستاذ كرمجان إرجين أوغلو، وهو رئيس مكتب شؤون الطلاب الأجانب بجامعة أريل. وهلأ صار الوقت لنرحب فيك أستاذ يوسف، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم وشكرا على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف. بالبداية حابين نعرف من حضرتك شو هي أكبر التحديات يلي ممكن تكون عم تواجه الطلاب الأجانب بتركيا، نحكي عنها من وجهة نظرك. يعني خلينا نقسم هاي التحديات لقسمين. أول شيء من باب أكاديمي اللي هو الفرص الجامعية، زائد القصص القبول الجامعي، زائد الوضع المادي، زائد الوضع القانوني. وبننتقل للجانب الثاني اللي هو الاجتماعي، الاجتماعي منه اللغة التركية، الاندماج بالمجتمع التركي، الغربة اللي بيعاني منها الطالب بكل المجتمعات. على الصعيد الأكاديمي موضوع القبول الجامعي مع اقتراب كل سنة عن سنة عم يزيد، عم تتضاءل فرصة انه الطالب خاصة العربي، لأنه نحن مستمعنا حاليا اللي عم يستمعنا هن حبايبنا العرب، فرصتهم كل ما عم تتضاءل بسبب ازدياد أعداد الراغبين في الدراسة في تركيا وما حققتهم من نجاحات الجامعات التركية. وموضوع اللغة، الموضوع المادي، الطالب المتوجه لهون في حال ما حصل على منحة هذا الطالب كيف حيأدي هاي الأمور. فهي أهم التحديات اللي ممكن يعيشها الطالب الأجنبي، بالإضافة للاندماج بالمجتمع التركي وتعلم اللغة التركية اللي هي تعتبر من اللغات قليلا صوتيا صعبة على اللفظ على المواطن العربي. بالضبط، صحيح كلامك أستاذ يوسف. طيب بالنسبة لموضوع القبول الجامعي، لو نحكي شوي عنه أكثر، شو هي المشاكل اللي عم يواجه أو عم تواجه الطلاب فيه من خلال هذا المجال؟ السنوات الماضية كان الطالب العربي يعني جدا من السهل انه يدخل في بدايه، خاصه خلينا نقول قبل 2011. بعد 2011 بسبب ما حصل في سوريا او سابقا في العراق او في فلسطين او في مصر، او هي الاضطرابات والصراعات السياسيه خلت كثير ناس تتجه لتركيا. بال 2011 2012 2013 ما كان في ناس كثير خريجين حابين يدخلوا، كان مجرد ما يقدم الشخص شهاده ثانويه يكتفي بالدخول بسرعه. لكن الملاحظه اللي لاحظناها في السنوات الاخيره، زاد عرب، عندنا 3 مليون ونص سوري رسميا، عندنا جاليه عربيه تصل مع السوريين لل 5 مليون. فهدول الناس أولادهم بدأوا يخلصوا الليسة اللي هي السنوية، وصاروا يفاوضوا على المقاعد الجامعية اللي مقدمتها التعليم العالي. التعليم العالي يعطي كوتا أو مساحة معينة لكل جامعة، فهي ما تغيرت مع ازدياد العدد، فصار التنافس كتير كبير والحصول على فرصة القبول الجامعي. أتوقع ممكن في السنوات القادمة تجد الحكومة التركية لهذا الأمر حل، لأنه الأعداد عم تتنافس على كوتا اللي هي مساحة معينة ما تغيرت تماما. هي معناتها مشكلة المساحة أو المقاعد المتاحة المحددة والأعداد الزائدة، والأعداد الزائدة بالتالي هي أكبر تحدي حاليا عم بواجهه الطالب اللي حابب يحصل على مقعد جامعي في تركيا. تمام. طيب برأيك شو لازم الطالب يعمل لحتى يحسن يتخطى هاي العقبة، يتجاوزها، يتأقلم معها، أو يجد حل لهذا الموضوع؟ أمام عدة نقاط. الطالب، في عنا مثل عربي بيقول اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. يعني لازم الطالب الجامعي دائما اللي راغب بالدخول لمقعد جامعي والحصول على مقعد جامعي يسأل حدا عنده خبرة. يعني بالقرآن يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح. يعني نسأل أهل الاختصاص في هذا الأمر، لأنه كلمة واحدة أو مفاضلة على حسب معدلك
معدلك انت ما بتعرف الجامعه، عم تفاضل بكل اماكن او عم تفاضل بشيء ممكن يكون صعب، ففي لازم نرجع لمؤسسات. اليوم عم نحكي مثلا نعم. ذكرته في البدايه مؤسسه يونايتد، والعديد من المؤسسات صارت متواجده، صحيح، مؤسسه يونايتد او غيرها من المؤسسات صارت تقدم انك تجي تقدم لهم مثلا شهادتك، وهن بيدرسوا لك وضعك وبيخبروك، او تسال حدا من اصدقائك اللي لهم خبره، او تسال حدا من التجمعات الطلابيه العربيه اللي موجوده حاليا على الفيسبوك، لهم تجمعات افتراضيه او غير افتراضيه، تسالهم انا هيك هيك مجموعه، في كثير ناس حابه تتطوع لمساعده اي طالب بالضبط. عربي. فاذا اخطا الطالب بانه يختار ما عرف مجموعه الصحيح وين لازم يكون، لانه هو ممكن يكون يهوى شيء فرع معين، أيوة، لكن والمجموع مجموعة مثلا ما بيناس، ما بيقدم فالأفضل أنه هو يتجه يسأل ناس أهل خبرة في هذا المجال. طبعا إذا كان وضعه المادي يسمح، اليوم في جامعات خلينا نقول خاصة صارت تقدم عروض مناسبة لجيبة الطالب، أو حسن. غير المعروف عنا ببلادنا جامعة خاصة ما خرجي أدرس ابني، صحيح. لا، اليوم في جامعات بالمعقول بإمكان الطالب ياخذ مقعد جنبي حال ما حصل، وعم نشوف هذا التوجه الجديد صار يزيد عن يوم عن يوم، صار في طلب على الجامعات الخاصه. جميل كثير هذا الكلام. اذا اول حل ممكن عن طريق حضرتك توجهه للطالب هو انه يسال اهل الاختصاص، اهل الاختصاص في هذا المجال، لحتى يقدر يتجاوز عنه، يروح عن حاله، فرصه كثير كبيره اذا هو يعني اعتمد بس على رايه الشخصي او على الشيء اللي هو، لانه في دكتور بيدرس الحاله تبعك، صحيح، بيشوف المجموع تبعك، بيشوف مقوماتك، بيشوف انت الولايه الفلانيه قادر تعيش فيها لما نقد، جوز انت بتفضل الولايه اللي انت عايش فيها بناء على رغباتك، جاي من برا مثل ما قلت. بتفكر انا بدي هي المدينه هي، فلازم تعرض حالك على دكتور يشخص الوضع تبعك ويقول لك انت لازم تروح تسجل هيك هيك هيك، وفرصتك ضمن هالسنين وهالمقومات هي تستحق هي الجامعه المعينه. نعم، جميل جدا هذا الكلام. طيب هلا نحن حنفترض انه امننا القبول، حصل الطالب على قبول جامعي، شو اكبر تحدي عم يواجهه الطالب بعد ما يامن القبول؟ بعد ما يحصل الطالب على القبول الجامعي حنحكي على الشق القانوني أول شيء. نعم. إذا كان جاي من برا هو لازم يراسل السلطات التركية ليقدم على إقامة. طبعا الإقامة الطلابية نادرا ما ترفض أو نادرا جدا ما يصير فيها مشاكل، مسهلة جدا. توجه الحكومة التركية هو تسهيل مجيء الطلاب الأجانب. تركيا بورس لرق، المنح التركية صارت مشهورة عند العالم جميعا. الوضع القانوني، خلصنا الوضع القانوني، بنتقل للوضع الثاني اللي هو الوضع المادي. من بين التحديات اللي بتواجهه اذا كان هو ضمن تركيا بورصة، السكن والسيكورتا والتأمين والراتب، هي قصص شوي بتريحه كتير. اما اذا كان الطالب مقبول قبول جامعي، خلينا نفرض هو مقيم في تركيا وقدم على وثيقته الحالية اللي حصلها هون او جايبها من بلده، فممكن يحصل اذا كان هو عنده كملك ممكن يحصل على قبول جامعي مجاني، الحماية المؤقتة، بطاقة الحماية المؤقتة أو الحماية الإنسانية لغير مجتمع غير السوريين. إذا كان عنده سياحي ممكن يحصل على، بعض الجامعات للأسف ما تقبل أنه تغطي مصروف الطالب فبتعتبره أنه سائح على الباسبور تبعه. التحدي اللي بيواجهه بعد قبوله هو اندماجه في المجتمع التركي، قسم إلى قسمين، اندماجه ما بين الطلاب الأتراك لأنه هو داخل بمجتمع جديد ولغة جديدة وطلاب جديد. عادة الجامعات إذا كان الشخص مو محضر لغة تركية من قبل وما حصل على تومر وما حصل على كذا تخضعه لسنة لغة تركية، وهي السنة جدا مهمة لازم يعطي فيها جهده الكبير لأنه حتكون هي لب الحياة تبعه في تركيا. تماما. وأنا بشير نقطة هون أنه في كتير للأسف شريحة من الطلاب، ومثل ما صار معي يعني بناء عن تجربة، أنه شو بيعملوا، بيروحوا بيحتكوا مع الطلاب العرب أو السوريين، لا يعني ما عم يستفيدوا أنه يطوروا لغتهم، ما عم يحتكوا مع الأتراك زملائهم الأتراك، فشو بالتالي ما عم يستفيدوا كتير من ناحية اللغة التحضيرية أو السنة التحضيرية اللي هي الخاصة باللغة. لذلك مثل ما ذكرت حضرتك أنه كتير مهم هون يعملوا جهد لحتى يندمجوا مع زملائهم من الجنسيات الأخرى وحتى من الأتراك بشكل خاص. بسموها الشلالية عندنا، الشلالية. نعم. فبالمدرسة بتشوف انه الطالب بيقول لك اهله انه مدرسه عاديه، بيقول لك اهله ما عم يندمج، ليش؟ بتلاقيه مكون شله من ابناء بلده بالضبط. من ابناء كذا بالجامعه بالكذا. فتحضير اللغه التركيه السنه الاولى التمهيديه التحضيريه للغه التركيه لازم الطالب يعطي ثقله الكبير لها، لانه جدا مهم له في تسهيل حياته الجامعيه. بنيجي على الشيء القسم الاخير اللي هو الانخراط في المجتمع التركي، تعلم عادات البلد اللي نحن فيه، قوانينه، الاشياء اللي بيحبوها وبيكرهوها، مو لانك انت كثير لازم مفروض عليك هذا الامر، لا، لانه انت حتقضي 4 سنوات جامعيه ممكن تكمل بعدين دراستك الماجستير والدكتوراه، فانت ضروري تعرف المجتمع اللي انت عايش فيه. تماما. هذا الشيء حيسهل
كثير بينبسطوا اذا عرفت انت عاداتهم وتقاليدهم الامثله الشعبيه، يعني تحترم عاداتهم كمان، بتصير اقرب لهم واسرع التواصل معهم، حتفهم المشاعر، حتفهم شو الدكتور عم يقول لك بالجامعه، حتفهم الطلاب، الطلاب حيتقربوا منك، حتاخذ منهم ملخص، حتنضم لمجموعات الواتساب تبعهم، صحيح، تنخرط معهم، تعرف رحلاتهم، جامعات بتقدم زيارات لبعض المدن، ما تضيع هاي الزيارات، تتطوع ضمن الفرق التطوعيه في الجامعه، تشكل فريق طلابي معك، يعني هذا شيء جدا مهم لانه يخلص من العديد من التحديات. تماما، لانه بالفعل هي اذا بدنا نضل عم نحكي شوي اكثر عن مشكله التاقلم، تاقلم الطالب مع المجتمع التركي، يعني هي بالفعل عم تكون اكبر عقبه ممكن يا يعني يكون في عنده الطالب حلين، يا اما انه يضل معزول بمع رفقاته اللي هن من جنسيته وما ينسجم، يا اما بالعكس ينخرط وتلاقيه هو صار منهم وفيهم بالنهايه ويحقق نجاحات فيما أكيد بعد. اكيد اكيد اكيد. طيب هلا اذا بدنا نحكي نحن مشكله التاقلم، اذا فينا نلاقي لها حلول عن طريق اندماجه، تعلم اللغه، تعزيز هذا الموضوع، و يعني تعزيز موضوع الصداقة إذا فينا نحكي مع الزملاء الأتراك. ممكن يكون طالب عم يعيش بعض المشاكل ممكن قانونية من الناحية القانونية من ناحية الإقامة بشكل خاص. لا، مثل ما حكينا الطلاب من قسمهم لقسمين. نعم. الناس اللي جايين من برا من بلاد مستقرة، خلينا نقول هذول الجماعة بيكونوا مرتبين أمورهم، الباسبور، القصص الثانية، فهذول بيجوا إما من حق أو إنه جاي بده يسجل في الجامعات التركية. هذا الشخص بيروح على دائرة الهجرة بيقدم على إقامة طلابية، حسب ما بعرفه وما سمعته من أصدقائي الأجانب والعرب الثاني إنه ما في صعوبة في هذا الأمر أبدا. المشكلة الثانية، العائق الثاني اللي ممكن يكون مشكلة، الناس الموجودين في تركيا بعضهم هذول الناس أجوا من بلاد خلينا نقول فيها صراعات، فيها حروب، مثل سوريا، مثل صحيح، العراق، فلسطين، مصر، السودان، البلاد المضطربة خلينا نقول ليبيا. هذا بيعاني من تأمين الأوراق، التكتل اللي حيكون فيه هو الأشخاص الموجودين هون كيف يقلبوا من بطاقة اللجوء على الإقامة، التشتت اللي ممكن يواجهه، يعني هو إنه هذا الشخص ما له لازم مدرك. نرجع منقول يراجع حدا بيفهم بهيك قصص يستشيره. بعض الجامعات تقدم لطالب اللي معه قصة لجوء مجانا كل الرسوم، ما بيغطي هذا. بعض الجامعات بتقول له لا، ما دام عندك باسبور وعندك هذا انت مأجور. فالوضع القانوني ما اعتقد يواجهه كثير صعوبه، لانه بالاصل الجامعات تسهل هذا الامر، يكفي انه تظهر البطاقه الشرعيه اللي انت تقيم فيها في تركيا او اللي راح تجي فيها الى تركيا. طيب حلو كثير هذا الكلام، لكن خلينا نشوف الشق الثاني، انه في حال كان الطالب عن جد ممكن يواجه او عم يعاني او عنده ضائقه ماليه، عنده ضائقه ماديه، ذكرت هيك ولو لمحه ذكرت انه ممكن يكون في بعض الجهات اللي تساعد بتقديم منح، تقديم تمويل، نحكي شوي اكثر عن هذا الموضوع، كيف ممكن الطالب يتجاوز؟ الجهه الاساسيه لتقديم المنح هي تركيا بورسلر، تتبع لشيء اسمه مديرية المهاجرين والأقرباء بتركيا، اليتيبة. تماما. هدول الجماعة عندهم منحة مشهورة عالميا اسمها تركيا بورسلر، المنحة التركية. هدول في لهم عدد معين بياخدوه كل سنة. صحيح. لكن الطالب اللي ما طلع له هذا هاي المنحة هاي شو لازم يعمل؟ في العديد من المؤسسات التركية الخيرية خلينا نقول بتقدم منح بالولايات اللي هي فيها. حلو. أو بشكل عام بتركيا. دائما بتكون الافضليه للشخص اللي معه مقومات، خلينا نقول مثلا المتزوج دائما عند الاتراك له اولويه، انه هذا طالب متزوج وعم بيداوم وعنده عائله ايجار وكذا، وهذا الطالب يعني واذا كان عنده ولد لسه مشكله اكبر انه لازم نساعده، فاكيد بدنا نقدم، فلازم نبحث بالولايه اللي نحن مقيمين فيها او اذا كنا جايين من برا نسال عن الولايات، اذا ما طلع لنا شيء بالمنح التركيه، الجمعيات الخيريه، المؤسسات الطلابيه، في مؤسسات خيرية بتقدم، حتى في مؤسسات شبه حكومية مثلا منحة الوقف. تماما، بدي احكي عنها. وقف الديانة التركي، خلينا نقول في مديرية الأوقاف التركية هي كمان بتقدم منح، العديد من المنح التركية. يكفي انه الطالب شوي يبذل جهد في البحث، اما في الساحة على الأرض او على السوشيال ميديا ممكن يصل لهذا الأمر. تمام. في أوقات معينة وتوقيتات معينة العديد من المؤسسات الطلابية بتعلن عنها وبتساعد بتتبع الأخبار اللي تقدمها للطلاب، يكفي انه جميل. الطالب يبذل شوية جهد ليحصل هاي المعلومات. صحيح. أكيد نحن أستاذ يوسف متابعين معك ورح نكمل أكيد بباقي أسئلتنا، لكن متابعينا صار الوقت لنروح لفاصل إعلاني ومنرجع بعده لنتابع حلقتنا، خليكم معنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية، طريقك للنجاح يبدأ من هنا.
تتعب حالك وارمي حملك نحن قبالك نحن مسك العالي صوتا مسك الأفضل بإعلانك. مؤسسة يونايتد التعليمية نقوم بتوفير القبول مجانا في أقوى الجامعات التركية الخاصة وبخصومات تصل لغاية 75% على الأقساط الدراسية. استشارة مجانية وفريق مختص بانتظارك. نستقبل الطلبة من المطار ونجهز كافة الأوراق من إقامة وتأمين صحي وسكن جامعي عند الحاجة. 0212 912 339. يونايتد التعليمية طريقك للنجاح يبدأ من هنا. ايه رزق الله لما كان الواحد يكزر على الروشة ويتروق بشتورة لكليش الهم مطعم أردا بفرج الغم. القعدة صبح وعشية لبنان 100% والأكل كمان من أطيب أكلات بلادنا والترويقة متنوعة وشهية. مطعم أردا كاراكوي. مطعم أردا الأكل عليك والحلو علينا. Welcome to Al Jazari Schools of Science and Technology, including both international and Turkish branches, a comprehensive educational vision based on technopark, sociopark, and permaculture. The special eco-friendly educational program, JLP, that nurtures arts and sports along with academic progress. Contact us 0530-930-3320. Al Jazari Schools of Science and Technology, the incubator of tomorrow's scholars. المتحد بلاستيك أول شركة عربية تركية في مجال أكياس النايلون والأمبلاج بتقنيات عالية الجودة. أضف لمنتجك جمالاً وجاذبية مع المتحد لصناعة وطباعة الأكياس. إسطنبول بيليك دوزو 0534-78-542. لف العالم مع شركة سبايدر التجارية للحوالات المالية. حول أموالك بلمح البصر لسوريا وعلى وسترن يونيون لكل دول العالم مع سبايدر للحوالات المالية. أموالك بأمان. تواصل معنا على واتساب 0531-214-64-76. أموالك بأمان. مسك الأفضل بإعلانك. تكبر مسك وعم نكبر عم تكبر والبعد القاسي عم يصغر عم تكبر عم تكبر مسك وعم نكبر عم تكبر والبعد القاسي عم يصغر عم تكبر وهمومك رح تصغر معنا رح تحلى الدنيا وتتغندر. عم تكبر يا قلب اسم الله تشو لبلب بس عالسكر. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية طريقك للنجاح يبدأ من هنا. ورجعنا لكم عن جديد متابعينا. أكيد اليوم بحلقتنا عم نحكي عن التحديات اللي ممكن تواجه الطالب أو الطلاب الأجانب والعرب الموجودين بتركيا. معنا الأستاذ أكيد يوسف ملا الناشط والصحفي. سعد صباحك عن جديد. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا أستاذ يوسف. كنا عم نحكي عن بعض بظل وباء كورونا، إن شاء الله يا رب الله يحفظ جميع أهالينا وجميع الأمة العربية والإسلامية وكل الناس الموجودين بكل مكان. آلية التعليم الموجودة حاليا بظل استمرار وجود هذا الوباء، حسب معلوماتك كيف ممكن عم تكون؟ يا ترى هل في استمرارية للدوام ولا حيضل للدوام بشكل فعلي أو هل حيضل أونلاين؟
لما دخلت جائحة كورونا للأسف إلى تركيا كانت تقريبا جامعات في الفصل الثاني، فتوقفت العديد من الجامعات أو صحيح. خففت لأنه كانت الإصابات قليلة بالضبط. خففت نص دوام على نص دوام أو بعض الجامعات حسب إصابات المدن. أول شيء لازم نذكر أنه هذا القرار ممكن يتخذ على مستوى المدن وليس على شكل عام. صحيح. لأنه اليوم مثلا إذا في ولاية أعداد الإصابات فيها قليلة جدا لا يمكن أنه توقف الدراسة الجامعية أو الدراسة المدرسية المراحل الثلاثة المدرسية. فكانوا الطلاب عم يجهزوا حالهم، وفعليا تركيا دولة سريعة في الإعداد لهذا الأمر. يعني مجرد ما توقفت المدارس من هون أعلنوا قنوات الإيبا للدعم الطلابي للمراحل الدراسية صحيح. المدرسية. بالنسبة للطلاب الجامعيين الجامعات ما كانت مستعدة لهذا الأمر كتير، لكن تداركت هذا الأمر بالانقطاع الصيفي. كانت فرصة جيدة للجامعات أنه تجهز حالة وتجهز حالة تقنيا لأنه هي تقدم هذا التعليم. صحيح. للأسف مع ازدياد الأيام وزير الصحة بيعلن أنه الأرقام عم تزيد فبيطلعوا بيقولوا أنه حاليا حسب ما طلعت وزارة الصحة آخر شيء بتقول فيه أنه الأرقام كونها عم تزيد الإصابات نعم. فالمجلس العلمي التابع لوزارة الصحة لمكافحة كورونا أوصى قدم توصية لليوك اللي هو إدارة التعليم العالي التركية المسؤول عن التعليم العالي إنه يا جماعة عملوا التعليم عن بعد. إلى هذه اللحظة اليوك ما قال إنه أنا فرضت 100% على الجامعات، ترك الخيار للجامعات بهذا لإدارة الجامعة بحد ذاته إنه كإدارة مجلس الجامعة أو رئاسة الجامعة هي من تقرر إذا كان التعليم سيكون عن بعد أو لا. ليش؟ لأن نرجع للنقطة الأولى اللي حكيتها قبل شوي إنه هذا الشيء عائد على مستوى الولاية صحيح. فما بينا نقول كل الجامعات توقفت وكل الجامعات ستبدأ تماما. فاليوم العديد من الجامعات بالبداية قرروا إنه بعد الشهر العاشر عادة بالشهر التاسع نصه بتبلش الجامعات صحيح. أو في بدايته حسب كل جامعة. اليوم عم نشوف إنه لا للشهر العاشر وبعض الدروس أغلبيتها خلينا نقول اللي ما بحاجة كتير لأنه الطالب يحتك رح تكون عن بعد الامتحانات عن بعد الكذا عن بعد. أنا أتوقع إذا استمرت الأرقام في الازدياد كثير من الولايات ما راح يداوموا الطلاب، والعديد مثلا عندنا بجامعات قونيا الثلاثة اتحدوا قالوا إنه السنة نحن الفصل هذا بدنا نعمله عن بعد يكتفوا عن طريق خلاص لأنه الأرقام حسب المجلس العلمي خلينا نقول في مجلس علمي لكل تركيا وفي مجلس صحة خاص بكل ولاية رأسه الوالي تمام. فعم يعطوهم أرقام يقولون مستحيل تخلص القصة بكير فأني خلاص أنه يا طلاب جهزوا حالكم بناء هذا الأمر. فالطالب لازم يجهز حاله يعني بأي لحظة يتوجه للاهتمام بالأمور التقنية، يجهز حاله تقنيا نعم. أنا بعرف أتعامل مع سيستم التعليم عن بعد بالضبط. يجهز محيط خاص فيه الطالب الجامعي مع كاميرا جيدة، مع يشتري لابتوب متواضع ولو إذا كان وضعه المادي غير لا يسمح، يعمل جو خاص له. أنا لازم يكون في إلي صف مثل ما أخواتي الصغار أيوة. أو إذا كان هو جاي من برا أو ساكن بسكن جامعي أو إذا كان عايش مع أهله أنا لازم يكون إلي جو خاص هذا جو المدرسة تمام. أو جو الجامعة. أنا في الصبح شلون بداوم مع جامعتي بلبس لبسي الجيد، أنا حأطلع قدام الدكتور صحيح حاول افتح الكاميرا مشان ما انا التهي بقصص ثانيه شارك مع الطلاب، اهتم بالامور التقنيه جدا مهم جدا. في 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 يعني في 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 عندنا حملين الحمل الاول يقع على الجامعه، الحمل الثاني يقع على جديه الطالب في هذا الامر. تماما. صار التعليم عن بعد اونلاين صحيح ماني بحاجه بروح اشتغل بروح اعمل كذا فعلا يعني صارت انه تترك كثير على مستوى الطالب الجامعي لانه في معدل باخر السنه حينحسب عليه، في معدل بنهايه نعم. الاربع سنوات صحيح مزبوط 100% هذا الكلام. معناها تحضير الطالب من الناحية التقنية أكيد قولا واحدا لازم يكون أخذه بعين الاعتبار، وكمان صوت الكاميرا اللوحي الحاسوب اللوحي التابلت هذا، وحتى لقرارات الجامعة يعني مثلا بجوز خلال يومين يطلع قرار جديد مثلا من ناحية الحضور من ناحية الامتحانات. شغلة كتير مهمة خطرت في بالي اليوم ما في حدا منا اللي عم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي صحيح، لازم الطالب يتابع عمدة الجامعة الفرع اللي هو فيه صفحاته على التواصل الاجتماعي كلياته، فجأة بينزل قرار ما بيلحق الشخص يشوفه على صحيح. الواتساب فبينزل على تويتر بينزل على الانستغرام بينزل على الفيسبوك أو بينزل على صفحة الجامعة. كل يوم لازم تدخل على قسم الديورو اللي هو الملاحظات اليومية أو الأتشكلاما الملاحظات، تتابع شو عم بتقول الجامعة. بجوز تتأخر جامعة تنزل على وسائل التواصل اللي كان الموقع الرسمي ينزل بالضبط. انت لازم تتابع أخبار جامعتك أول بالأول
كتير حلو هذا الكلام. هلأ بعتقد هذا الموضوع ممكن كتير يكون عم يأثر على الطالب بشكل سلبي، وفي بعض الطلاب بالعكس مثل ما قلت أخذوه بشكل جدي وكان له أصداء عليهم حتى بعد انتهاء جائحة كورونا. أنا أتوقع لن تضيع الجامعات الآلية اللي اشتغلت عليها، رح تقول لك نحن خففنا كتير شغلات تماماً. أنه هذا الدروس من هون الأستاذ لازم يتابع السيستم مع طلابه صحيح. العطل ما رح يتخلوا عن هذا السيستم، لازم نتفق على أنه في العالم الدراسي سواء في الابتدائي والإعدادي والثانوي وفي المرحلة الجامعية وكل أنحاء العالم الكل رح يحافظ على السيستم اللي بناه بزمن كورونا، ما رح يتخلص منه تماما. هلأ نحن ممكن يكون هذا الموضوع مثل ما ذكرنا عم يأثر على الطالب بشكل سلبي طبعاً. يعني بسبب أنه بجوز ما عم يتوفر عنده التعليم وجها لوجه له تأثير. سؤال العميق الأستاذ الدرس فورا ترفع إيدك تشاركه في الدرس الحضور الكذا أكيد. فمثل ما قلت ممكن يكون له آثار سلبية على الطالب. هلأ من ناحية سياسة الحكومة التركية، إذا بدنا نحكي بشكل عام عن سياسة الحكومة التركية تجاه الطلاب الأجانب، لو نحكي شوي عن هذا الموضوع أكثر ممكن نذكره هلأ بما يتعلق بموضوع كورونا، في شيء يا ترى امتيازات عم تنعطى أو تسهيلات لهدول الطلاب؟ حأحكي بشكل عام بعدين انتقل لشأن الخاص. تمام. حكومة حزب العدالة والتنمية بشكل عام حسب ما شفنا هي تشجع وشفنا هذا الشيء بعد قدوم حزب العدالة والتنمية تقوية تشجيع الطلاب الأجانب. صحيح. عندهم موضوع الطلاب الأجانب لأنه تدرك الحكومة التركية مدى أهمية بناء جسر بين أي مجتمع. طالب اليوم عم يدرس 4 سنين ممكن يكمل دراساته عم يرجع يتقن اللغة التركية لبلده. صحيح. أول شيء عم فكر فيه أنا لازم أعمل بالمجال اللي أنا درست فيه تشبيك بين البلدين، فهذا عم يعيد بالخير على تركيا وعلى البلد اللي هو على الطرفين في جسر. هذا كتير مهم الشيء اللي عم تقوم فيه الحكومة التركية وبنفس الوقت الطلاب الراغبين بالحصول على هذا الأمر. الجانب الثاني أنا أرى أنه يجب على الحكومة التركية الإسراع في الاكثار من المقاعد لانه في طلب كتير كبير عم يصير على المقاعد الممنوحه من صحيح. الجامعات وبنفس الوقت اليوم عم نكسر حاجز موضوع الجامعات الخاصه لانه قلت انا بالبدايه في مفهوم خاطئ انه الجامعه الخاصه هي شيء لا بعيد المنال صعب انه يعني بلدنا هيك لانه صحيح فانه عم يدرس ابنه بجامعه خاصه فكتير التخيل لا نحن لازم نحرف نطلع على الجامعات في مؤسسات اليوم العديد منها مثلا يونايتد وغيرها من تماما. المؤسسات عم تقدم شرح انت ما بتخسر اذا اليوم حضرت فيديوهات او شيء اذا اتبعت على السوشيال ميديا الشروحات المقدمة عن الجامعات الخاصة بحال ما طلع لك عام نعم. شوف الفرص والتقسيط اللي عم تقدمه الجامعات الخاصة او الفرص اللي عم تقدمها. فاليوم زيادة المقاعد هو شيء نحن نطالب فيه دائما نذكره في حال التقينا بحدا من الحكومة التركية انه نحن نطالب برفع المقاعد للطلاب لانه العدد زاد يعني تماماً. مستحيل تكون الارقام السوريين والعرب والاجانب بشكل عام الكل تماماً. المقاعد زايده فانا بعتقد انه على الحكومه التركيه الاسراع في زياده المقاعد للطلاب الاجانب. طيب استاذ يوسف اذا بدنا نحكي نصيحه بتوجهها للطلاب كلمه ختاميه ممكن كمان تذكرها للطلاب نصائح من حضرتك. اليوم انت ما تعتبر حالك مهجر او مغترب سواء كنت جاي من بلد فيه صراع او جاي من بلد مستقر مهجر او مغترب او جاي طالب في بلاد المهجر ما تعتبر حالك بعيد ولازم باسرع وقت ترجع لا استغل هذا الوقت اللي انت موجود فيه صحيح. الامام الشافعي كان يقول على انه من اهم شروط التعلم هو الغربه والاغتراب لانه الانسان بتفرغ لهذا الامر بزول جهدك صح هاي الفرصة اللي عم تنعطى لك هذا المقعد الجامعي هو فرصة ذهبية لتغير من حياتك إذا أنت أعطيتها المجهود المطلوب منك بنفس الوقت أنه تندمج مع هذا المجتمع وأنت بالنهاية رسول لكسر المفهومات المغلوطة عن بلدك تماما. فممكن أنت المجتمع اللي جاي عليه ما بيعرف شيء عن بلدك العديد من الجامعات أنا كتير ساهم بتحسين هالصورة نعم أو أنه نقل المعلومة اللي ما بيعرفوها بالضبط. ممكن تكون الصورة سيئة أو ممكن بنفس الوقت تكون معلومة غير موجودة يعني أنا كان أنا ما زلت أدرس في الجامعات التركية في معي في 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 القسم طلاب أفارقة بيقدموا كل سنة كل جامعة بتحب تعمل خيم للتعريف عن الطلاب الأجانب واحتكاكهم بالطلاب الأتراك فضروري جدا لما تسمع أنت في فرصة لأنك تقدم خيمة أو بيسموها خيمة لأنها هي خيمة لكن غرفة ستاندات تقدم في معارض تعريفية هي عن فأنت بزور كل جهد لتعرف الطلاب الأجانب في على بلدك تمام. صور احكي عن بلدك صح مثلهم صح شيء كتير مفرح انه اليوم الطلاب العرب السوريين وغير السوريين عم يحققوا هاي السنة كتير نجاحات كبيرة عم يشوف
نجاحات ارقام اولى وثانيه ودرجه شرف صحيح حصلها طلاب اجانب. ليش هذا الامر عم بيصير؟ لانه بكل انحاء العالم الطالب الاجنبي بيروح على اي بلد بيبذل ضعفي جهد الطالب اللي هو مواطن، فبيحقق نجاح كتير حلو ليرجع على بلده ويحقق مناصب، ممكن يضل في تركيا ويحصل تماماً على الجنسيه التركيه فيما بعد تماماً. لانه حاليا الحكومه التركيه عم تقدم جنسيه استثنائيه وغير استثنائيه للطلاب اللي حابين يضلوا بتركيا. بالضبط، اكيد بدنا نشكرك داهمنا الوقت بصراحه استاذ يوسف ملا الناشط والصحفي، بدنا نشكرك كثير على هالمعلومات المهمه. كثير لكم ولا لا لا لاذاعه مسك ولا مجموعه يونايتد اللي هي عم تقدم خدمات تعليميه للطلاب في تركيا. اهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا لك. متابعينا خليكم معنا، صار الوقت لنروح لفاصل دقيقه الساعه ونرجع نرجع بعده لنكمل حلقتنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية، طريقك للنجاح يبدأ من هنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. التشكيل الكامل من الحلويات والكيك المميز بالإضافة للموزة العربية بالقشطة والفستق صارت قريبة منكم بفرع السلطان الجديد في كايا شهير. حلويات السلطان العالمية 0531-265-66-37. حلويات السلطان العالمية، الحلو من ذهب. لا تسأل لا تتعب حالك وارمي حملك، نحن قبالك، نحن مسك العالي صوتك، مسك الأفضل بإعلانك. اغتنم الفرصة من عروض زراعة الأسنان في مركز إنفينيتي سمايلز لطب الأسنان. الزرعة الكورية أوستن فقط ب 1400 ليرة، ولدينا عروض مميزة على الخدمات العلاجية الأخرى. مركز إنفينيتي سمايلز لطب الأسنان باشاك شهير. للاستفسار 0555-090-8072. قصر البرياني صار قصرين، زورونا في فرعنا الثاني بالأمينونو مع إطلالة البحر المميزة وأشهى المأكولات الهندية فقط عند قصر البرياني. مدارس القدس تعلن عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. أنا ابن القدس ومنها. مدارس القدس حصاد منظومة تربوية ممتدة لأكثر من ربع قرن، منهاج يراعي القيم الحضارية لأمتنا. باشاك شهير، صفحتنا على فيسبوك @كودوسكولاجي أو الرقم 0552-548-48-30. والقدس الله حبيها. ليفاند مدرسة ليفاند، منهج لبناني معتمد دولياً، مدرسة ذات معايير عالمية متعددة اللغات. ليفاند صديقة لأبنائك من الروضة وحتى التعليم المتوسط مع خصومات ومنح ومزايا عديدة. للتواصل 0536-668-31-75. مدرسة ليفاند، من هنا تشرق المعرفة. أنا مش مصدق عيني، من زمان يا فلوكة، ده احنا دخنا على ما ناكل سمك اون نمرة. لا وكمان جايبين امهر شيفات من مصر، الطعم مش قادر اوصفه، ايش الطواجن وشربات والسمك مقلي ومشوي، وما اقولكش بقى على الملوخية بالجمبري، والقعدة حكاية تانية خالص. فلوكة للمأكولات البحرية، شيش لإسطنبول 0537-047-1710. أول ما نبدأ ونقول، أول ما نبدأ ونقول، صلوا على طه الرسول، صلوا على طه الرسول، ويا مهندسنا علي الصوت، يا مهندسنا علي الصوت، سمع لي كل اسطنبول. بدك تسمع فكره معنا، بدك تسمع لحن وغنى، بدك تسمع فكره معنا، بدك تسمع لحن وغنى، ضلك دايما انت معنا، أحلى
ليس عريس كفاية. اسمع يا سعادة البيت تخلي مزاجك أما إيه. اسمع يا سعادة البيت تخلي مزاجك أما إيه. صبح علينا وعليه صبح علينا وعليه. اجدع صوت اجدع صوت كفاية. نط يلا يا جدعان ولاقيش جنب وتخي وقف. هيا سم اقوى اشارة مسكت خير. اسمع ويانا الكلمات هتوجد زين النغمات بالسيارة وبالديوان هنسمعها مسكت خير. السيارة وبالطيارة وكل شب وطفل بالحرارة حتى ست الختيارة اسمع مسكت خير. اكيد بكون بأي شيء بالنسبة المستحيل حتسمعها بالنسبة اسمع مسكت خير. السيارة وبالطيارة برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. ورجعنا لكم عن جديد متابعينا بالقسم الثاني من برنامج جامعتي. مثل ما صرتوا تعرفوا انه هذا البرنامج بيحكي بالقسم الثاني عن جامعة من الجامعات، واليوم رح نحكي عن جامعة اسطنبول أريل. رح يكون ضيفنا الأستاذ كرمجان إرجين أوغلو رئيس مكتب شؤون الطلاب الأجانب بجامعة اسطنبول أريل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ كرم. وش فضلك مهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا. بالبداية سيد كرم، برأيك شو هو سبب تفضيل الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات بتركيا؟ أولا قبل كل شيء، نحن بالنسبة للطلاب الأجانب لماذا يأتون إلى تركيا خصوصا في آسيا القصوى وفي مناطق الشرق الأوسط والدول العربية، لأنهم يشاهدون أن ثقافة تركيا قريبة من ثقافتهم، فهم طبعا يريدون أن يأتوا إلى هنا ويفضلون أن يأتوا إلى هنا عوض أن يذهبوا إلى دولة أخرى. فكما تعرفون عندما نقارن مستوى التعليمي بيننا وبين أمريكا والدول الأوروبية، فالمستوى التعليمي متقدم ولكن الأسعار تكون أنسب بالنسبة للذهاب إلى تلك الدول. أكيد جميل هذا الكلام سيد كرم. لو منحكي عن جامعة اسطنبول أريل بشكل خاص، تعرف لنا عن هالجامعة، تعطينا معلومات وتفاصيل عن هاي الجامعة. طبيكي طبعا جامعة اسطنبول أريل في عام 2007 في اسطنبول تم تأسيسها، ولدينا ثلاثة فروع في كمال جوزلو وفي جافيزليبا وفي صفاكوي. فنحن مثلا في جامعة اسطنبول أريل فلدينا فترة على مدى 30 سنة كان لدينا أريل كوليج موجود على مدى 30 عاما، وبعد ذلك قمنا بإنشاء جامعة جامعتنا أيضا، ولدينا هناك كلية الطب، كلية الهندسة المعمارية، كلية العلوم الصحية، كلية العلوم الاقتصادية، كلية الفنون الجميلة، كلية إدارة الأعمال، ولدينا هناك لدينا برامج الدكتوراه والماجستير، وهناك لدينا معاهد، وهناك لدينا معاهد ذي الفترة التعليمية على مدى سنتين، وهناك لدينا معاهد التعليم العالي، وبالإضافة إلى ذلك هناك 44 فرع من فروع الليسانس البكالوريوس، وهناك لدينا 12 برنامجا بخصوص الماجستير والدكتوراه أيضا. فإذا نظرنا إلى هذا التعليم على الرغم من عدد كبير من هذه الفروع تعطى باللغة التركية، لأن هناك عديد من الفروع أيضا من اللغة الإنجليزية مثل الهندسة الحاسوب وهندسة الإلكترونية MBA دراسات الماجستير كلها باللغة الإنجليزية. نعم، ولكن هناك لدينا فروع باللغة التركية أيضا، نستطيع أن نقول لهم بس في مدرستنا في جامعتنا هناك لدينا برنامج التومر وبرامج أخرى أيضا، نحن يستطيعون أن يرشحوا ويرجحوا البرامج التي نقدمها بتعليم اللغة التركية أيضا. أكيد ميزات جدا مهمة واختصاصات كتير أساسية وكتير رائعة أستاذ وسيد كرم. لكن إذا بدنا نحكي بشكل خاص، ليش الطالب عم يختار جامعة أريل؟ Seçiyorlar.
سبب ندرس؟ أولا قبل لماذا الطالب يختار جامعة؟ نعم أنا أستطيع أن أقول لكم لأن هناك أسعار مناسبة وهناك لدينا تعليم مناسب وذي مستوى عالي ورفيع جدا، لأن جامعتنا جامعة إسطنبول إيرن، لأن جامعة ذي تاريخ عميق، وبالتالي كما كان في هذه السنة والسنة السابقة نحن قدمنا للطلاب العدد كثير من المنح وفرص كثير من المنح، ولهذا ممكن أن يختاروا جامعتنا. وأيضا نحن لدينا بعض الفروع نكون لدينا شراكات وبرامج مع سوق العمل أيضا، فبعدما يتخرجوا من الجامعة يستطيعوا أن يحصلوا على فرص عمل بشكل سريع. في إيرالكام لدينا هناك مركز الأبحاث والعمل والكوادر، فبعد التخرج من الجامعة لدينا هناك شركات نحن متعاونون معها ولدينا شراكات معها، وبالتالي قبل أن يتخرجوا من الجامعة أيضا يستطيعون أن يؤسسوا سيرة ذاتية، وبالتالي يتواصلوا معهم ويعقدوا معهم العمل قبل انهاء الجامعة أيضا، ويستطيعون أن يتعلموا ويستطيعوا أن يأخذوا بعض طبعا الأمور قبل تخرجهم، ونستطيع أن نتعاون معهم، وهذه بوابة ممكن تفتح لهم الأبواب في أسواق تركيا وفي أسواق العالم. تمام، جميل جدا هذا الكلام. طيب إذا عم نحكي بنفس المجال وهو شو هي يا ترى برامج التبادل الطلابي الموجودة بالجامعة، نحكي عنها شوي أكثر. أولا قبل كل شيء أريد أن أقول لكم أن جامعة إسطنبول إيرن في طبعا كلية الطب نحن أخذنا التأكيد على ذلك، قبل ذلك لم يكن هناك هذا التأكيد، فبالتالي كنا نستطيع أن نأخذهم بعد سنة، ولكن نحن من خلال المراسلات التي أجريناها مع مؤسسة التعليم العالي التركية فبالتالي نستطيع هذه السنة أن نأخذ الطلاب الأجانب أيضا، وأستطيع أن أقول لكم وأعطيكم هذه البشرة، فبالتالي طلاب الطب يستطيعون أن تروا أيضا بالنسبة لفروع الهندسة الحواسوب والكهرباء والإلكترونية، وبالنسبة للتجارة العالمية الدولية وخصوص العلوم الطبية والعلوم الصحية وفروع الطبابة وفروع التمريض وغيرها من الفروع، أستطيع أن أقول لكم أن كل الفروع في جامعة جيدة، ولكن أستطيع أن أقول لكم أكثر الفروع التي يتم اختيارها أريد أن أقول لكم، وخصوصا بالنسبة لكلية العلوم الصحية فهناك لدينا مشافي طبعا نتعاون معها، وهناك حوالي 20 مشفى خاص نحن متعاونين معها، فعندما الطلاب ينتسبوا إلى جامعتنا في خصوص العلوم الصحية أستطيع أن يتلقوا تعليمهم التطبيقي العملي في الجامعات الخاصة هذه، ولأنهم في السنوات الأخيرة يجب عليهم أن يتلقوا تدريبا، فبالتالي لدينا مركز الأبحاث والكوادر يستطيعون أن يختاروا مشفى معين لأجل أن يذهبوا، وبالتالي يختاروا مكان معين ونقوم بتخصيص السيرة الذاتية لهم وينتقلوا إلى سوق العمل. اختصاصات وتسهيلات جدا ممتازة أكيد سيد كرم، لكن إذا بدنا نحكي عن الاعترافات اللي حصلت عليها جامعة إيرن عربيا ودوليا. بان إسطنبول جامعة إسطنبول نحن بدأنا في شهر يناير، فطبعا وبهذا الخصوص أنا عندما أتيت إلى الجامعة في البداية أنا تعرفت على بعض الدول، وطبعا كما تعرفون حصلنا على بعض التعريفات قبل بعض الدول، فلدينا طبعا نحن لدينا تعريف ومن قبل كل دول الاتحاد الأوروبي ولدينا تعاون، وبالنسبة للدول العربية أيضا فهناك بعض الدول العربية يريدون تعرفوا على جامعتنا، وهناك مثلا في مع الدولة الأردنية لدينا في آخر الأخبار التي تلقيتها في الشهر السابق حصلنا على طبعا تعريف من الجامعة والاعتراف بجامعتنا، وأيضا في دولة العراق أيضا حصلنا على اعتراف من قبلهم ولتعاون مع جامعتنا، ولكن بسبب طبعا جائحة الكورونا تأخر هذا الموضوع نوعا ما، ولكن في أقل
أقرب فرصة ممكنة سنقوم بمراسلتهم وسيكون جامعتنا تأخذ لها لائحة واسما في العراق أيضا. ولدينا في الأردن أيضا اعتراف بجامعتنا. أريد أن أقول لكم وأؤكد على الطلاب، فإذا كنتم مثلا إذا كان الطلاب يريدون الاعتراف بدولهم بهذه الجامعة فيستطيعوا أن يراسلوننا، وأنا أريد أن أراسل هذه الدول كي نحصل على هذا الاعتراف، وبالتالي نتعاون فيما بيننا بهذا الخصوص ونقوم بمراسلتهم وبالتالي نحصل ونجعل جامعتنا تدخل في لائحة تلك الدولة أيضا. أكيد معلومات جدا مهمة. رح نتابع معك أستاذ وسيد كرم، لكن رح نروح متابعينا لفاصل قصير إعلاني ومنرجع بعده لنكمل باقي حلقتنا. خليكم معنا. جامعتي برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. لا تسأل لا تتعب حالك وارمي حملك نحن قبالك، نحن مسك العالي صوتا مسك الأفضل لإعلانك. ليفان ليفان مدرسة ليفان، منهج لبناني معتمد دوليا، مدرسة ذات معايير عالمية متعددة اللغات. ليفان صديقة لأبنائك من الروضة وحتى التعليم المتوسط مع خصومات ومنح ومزايا عديدة. للتواصل 0536 668 31 75. مدرسة ليفان، من هنا تشرق المعرفة. لك ايه على ايام زمان واكلات ايام زمان، طبخ الميمة وستي اي والله معدين عاد. لك عقيد مطعم صحتين، طبخ شرقي وعقصوله، كباب ومحاشي، لك وغربي كمان. صلاة محمد عم تحكي جاب، والقعدة شي اخر رواق. لك شبنا عقيد عمطعم صحتين، يلا لكوكب اكسراي امام ترامباي الحسكي. مطعم صحتين 0531 400 64 64. مطعم صحتين، اصل المذاق عنا. اهلا وسهلا بهيرة خانم، اتفضلي. ما في شي من واجبك؟ يسلم ايديك يا شهورتي. عجبك الاكل بالله؟ ايه طبعا لازم يعجبني، ليش مطعم اونو عليه كلام. لك شو مطعم ما مطعم، هاد شغل ايدي. لا تشلشيني، هاد اونو حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. هاي البيتزا من عند اونو، لك لكان والكريسبي والشاورما كمان. كشفتيني يا بهيرة، يا على عيونك شو قوية. ايه طبعا خلطة اونو مميزة وما في مثلها. ويني فيكي تاخدي من عنده كمان جاهز وتقلي شوي بالمقلاية وصحة وعافية. عنده كوردون بلو وفهيتا، لك هذا غير الفروج المشوي والبروستيد وأشكال كتيرة من الأكل الغربي. مدام انكشفنا وانكشفنا لنحكي العنوان. اونو صاير بالكايا شهير، مافيرا 1 مقابل حديقة الميلات بهشس. أما تليفونه 0544 770 9000 أو 8000. بدك ابنك يصير فارس يسابق الريح؟ عندك شغف تتعلم الفروسية وركوب الخيل بس ما قدرت؟ نادي النور للفروسية يعلن عن افتتاح دوراته الصيفية. مدة الدورة شهر كامل ولجميع الأعمار بدءا من 5 سنوات مع تدريب خاص للإناث. أسعارنا بتشمل المواصلات ووجبة غدا. نادي النور للفروسية، كارتبة 0555 0598 3 أصفار. مدارس الأمة الدولية، نكرس مفهوم الصداقة السليمة داخل مدارسنا، وصولا إلى أن تكون مدارسنا صديقة لأبنائكم من الروضة وحتى الثانوية العامة. مدارس الأمة الدولية، مدارسنا معترف بها من وزارة التربية التركية، منهج أمريكي معتمد من هيئة آية بالإضافة للمنهج العربي الليبي، قاعات دراسية مجهزة بسبورة ذكية، مصلى كبير يتسع لكافة طلابنا الأعزاء، ما زال التسجيل مستمراً، المقاعد محدودة. موقعنا في مدينة اسطنبول بلكدزو. للاستفسار والتسجيل 0995 25 92 75 74. مدارس الأمة الدولية، التعليم حق للجميع. مسك الأفضل لإعلانك. Thank you.
برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا. ورجعنا لكم عن جديد متابعينا اكيد بالقسم الاخير من حلقتنا ببرنامج جامعتي. كنا عم نحكي مع الاستاذ كرم جان من مكتب الطلاب الاجانب بجامعه اريل. رح نتابع اكيد معك استاذ كرم ورح نحكي عن في حال كان الطالب ذكرنا يمكن قبل الفاصل انه في حال الطالب كان بده يختار اللغه الانجليزيه هو ماله متمكن منها, بيقدر خلال من داخل الجامعه انه يتعلم اللغه الإنجليزية. Öncelikle şöyle أولاً قبل كل شيء كل طلابنا عندما يقومون بمراجعتهم في الجامعة نحن نقوم بتخصيص امتحان مستوى تعليم اللغة الإنجليزية أو مستوى تعليم اللغة التركية في حال إذا اختار اللغة التركية. فإذا كان الطالب نجح في هذا واجتاز للمستوى فبالتالي يستطيع أن يداوم في جامعته وفي فرع الذي يريد دراسته. ولكن في حال إذا لم يكن يجتاز هذا الامتحان فنرسله إلى المدرسة التحضيرية, فلدينا هناك سنة فهناك لدينا سنة تحضيرية اللغة الإنجليزية, سنة تحضيرية اللغة التركية, وهناك أيضا مركز لغة للغات أخرى أيضا. طبعا في هذه المراكز على مدار سنة كاملة, فإذا كان مستواه اللغوي إلى المستوى المتوسط فنحن نرسله ليكمل هذه المرحلة وفي الفصل الثاني يذهب إلى جامعة. نعم, فبالتالي هؤلاء الطلاب عندما يقومون بإتمام فصلهم الأول واجتازوا هذه المرحلة وبالتالي يستطيعون في الفصل الثاني أن يذهبوا إلى الجامعة حسب المنطقة. ففي الصفاكوي أو في غيرها في هناك لدينا مراكز مدارس تحضيرية, فطبعا هناك أساتذة متخصصون باللغة الإنجليزية وهناك يتلقون تعليما بمستوى عالي, ومن الناحية الأكاديمية يتلقون تعليما باللغة الإنجليزية والتركية. جميل جدا هذا الكلام. إذا بدنا نحكي أستاذ كرم في حال جامعة أريل, هل توفر السكن الطلابي للطلاب القادمين من خارج إسطنبول أو حتى من خارج تركيا بشكل عام؟ أولا قبل كل شيء أقول لكم أن في تركيا وفي على مستوى العالم أنا قمت بإجراء زيارات لعديد من الجامعات العالمية, ذهبت إلى هناك وشاهدت السكن الجامعي هناك. ولكن جامعة أريل فلدينا إمكانات فاخرة لم أشاهد لأي جامعة مثل هذه جامعتنا. نعم, فطبعا لدينا كمار يذكر هناك في بيوكشك مجال, لدينا هناك سكن للبنات للفتيات, وهناك عبارة عن فيلل من ثلاثة طوابق, فهناك حوضين للسباحة للطلاب. فعندما يتمتعون بهذه الإمكانات الفاخرة وذات الرفاهية العالية يتوقعون ويخمنون أن أسعارها ستكون عالية جدا, ولكن ليس كذلك, فهي أسعار مناسبة على الرغم من هذه الفخامة التي نقدمها للطلاب. فجامعتنا في ما بين 1800 إلى 3000 دولار طبعا في هذه المستوى يستطيعون أن يقيموا هناك وبإمكانيات فاخرة جدا. وأيضا لدينا هناك طبعا هناك لدينا أيضا سرابيس وحافلات للنقل إلى من هناك من بيلوكدوزو إلى طبعا إلى الحرم الجامعي, وحتى الساعة 12 ليلا لدينا في كل 15 دقيقة لدينا حافلات للنقل من هناك إلى وهناك, وأسعارها مخفضة جدا وأسعار مناسبة جدا لنقلهم. رائع هذا الكلام. بعد ما تعرفنا على هاي التفاصيل لازم بقى صار الوقت لنعرف شو هي الخطوات اللي لازم يقوم فيها الطالب لحتى يسجل بجامعة أريل. أولا قبل كل شيء
الطلاب بخصوص مستقبلهم يتخذون قرارا مهما، لذلك هؤلاء الطلاب يجب عليهم أن يفكروا ويحللوا بشكل جيد. فإذا كان لديهم أي تردد أو أي شغف استفهام، فنحن لدينا مؤسسات تعليمية مثل اليونايتد جروب نتعاون معهم، يستطيعون أن يأخذوا خدمات استشارية من هناك وبالتالي يسجلوا في جامعتنا. وهناك لدينا موقعنا طبعا عن طريق الانترنت، يستطيعون من خلال هذا الموقع rluniversity.com هناك يستطيعوا أن يذهبوا ويدخلوا، هناك استمارة يقومون بتعبئتها وإرسالها لنا، وعندما نشاهد ذلك ونشاهد شهاداتهم، فإذا كانت الإمكانات مناسبة لهم وكانت المنحة مثلا تخصص لهم منحة، فإذا وافقوا على هذه الشروط نقوم بإتمام تسجيلهم. وفي أثناء التسجيل نحن نحتاج إلى شهادة الثانوية الأصلية وجدول العلامات أيضا، وإذا كانوا متخرجون من جامعات أخرى فنحن نريد منهم أن يأتوا بهذه الشهادة ويحصلوا على طبعا تعديل الشهادة أيضا. في تركيا قد تكون تعديل الشهادة تأخذ فترة طويلة، فبالتالي نحن نستطيع أن نقبلهم بعد ذلك من خلال البرامج التعليمية يتم سردها، ومن خلال المجلس الجامعة يستطيعون يتلقوا التعليم هنا. وبعد 18 من شهر سبتمبر طبعا من خلال طبعا يستطيعوا أن يداوموا أو عن طريق الأونلاين أو عن طريق الذهاب إلى الجامعة. تمام جدا، هذه المعلومات جدا مهمة. أكيد وصلنا للنقطة الأساسية، وهي مثل ما ذكرت قبل شوي، في حال ممكن بظل إجراءات وباء كورونا الله يحفظ الجميع، أكيد هالجائحة ما زالت مستمرة، يا ترى في إجراءات، في آلية دوام معينة اتخذتها جامعة أريل بما يتعلق بالدوام إذا كان متاح فيزيائي أو حتى أونلاين؟ شمدي كورونا بخصوص طبعا مع الأسف الشديد بدأت طبعا أزمة وجائحة كورونا دون ما أن كنا نتوقع ذلك، وهناك بعض الفروع يقومون بتلقي التعليم عن بعد عن طريق الإنترنت، ولدينا بنية تحتية قوية جدا عن طريق الإنترنت نستطيع عن ذلك. وعندما تلقينا هذا القرار لم يلاقوا طلابنا أي صعوبة وبدأوا يتلقون تعليمهم ودخلوا امتحاناتهم. والسنة الأولى طبعا هناك بعض الطلاب الذين لم يكونوا في الصف الرابع أقبلوا وأصبحوا في الصف الرابع، أو الذين كانوا على فترة التخرج تخرجوا أيضا. فطبعا وكما تعرفون هناك قد يحدث موجة ثانية لفيروس كورونا، فطبعا كما تعرفون جامعتنا أيضا قرار المجلس يتخذ قرارا بخصوص تلقي التعليم عن بعد، ولكن نحن لا نقول كل سنة سنستمر ذلك، ولكن حتى طبعا شهر 11 من السنة القادمة سنستمر عن طريق تلقي التعليم عن بعد، وبعد ذلك سيتغير هذا القرار. وبخصوص بعض الفروع طبعا بعد ذلك سيتلقون تعليمهم، فطلابنا لا يخافوا تماما ولا يؤخروا تعليمهم بسبب جائحة كورونا أو أنني سأراجع الجامعة السنة القادمة. فليثقوا بنا وليثقوا بالجامعات التركية ويؤثقوا بجامعة أرل، فلدينا بنية تحتية قوية ونحن دائما جاهزون لخدمتهم. بالحقيقة وصلنا أستاذ كرم لختام حلقتنا، أكيد بدي أشكرك كثير على هالمعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكرا جزيلا لك أستاذ كرم. Ben çok teşekkür ederim ev sahibinizden على دعوتكم لي، وأشكر عائلتي ميسك فام ومؤسسة يونايتد جروب على دعوتهم لنا، وهذا كان طبعا بالنسبة لي شيء رائع جدا. أكيد وأنا كمان تشرفت بمعرفتك. بالختام متابعينا بدي أتشكر مثل ما ذكرت الأستاذ كرم من مكتب شؤون الطلاب الأجانب بجامعة أريل على كل شيء قدم لنا إياه حول الجامعة وطرق التسجيل، وكمان ما بدي أنسى أشكر الأستاذ الصحفي والناشط يوسف ملا اللي رافقنا بالقسم الأول من الحلقة. كمان أكيد شكر موصول لكم متابعينا، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من كل يلي قدمنا خلال الحلقة. بدي أذكركم أنه لقائنا رح يتجدد الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الخميس الساعة 11:30، رح نحكي فيه عن أخبار جديدة بتهم كل الطلاب العرب والأجانب عن الجامعات. بتمنى لكم عطلة سعيدة، تذوبوا بألف خير، إلى اللقاء.
الجامعة برعاية مؤسسة يونايتد التعليمية. طريقك للنجاح يبدأ من هنا.